السلام عليكم جميعا مرشدين مصر العظام. انا هوريكم في الفيديو الصغير دوت ازاي نعمل اقرار ضريبة الدخل السنوي اللي هو بيتعمل قبل شهر مارس او بنهاية شهر مارس، فاحنا نستحسن نعمله من دلوقتي. كلنا طبعا عندنا معظمنا اللي مسجل في القيمة المضافة عنده اكاونت على صفحة الضرائب العامة او بوابة الضرائب المصرية، وكده قبل كده عملنا كتير قوي القيمة المضافة اللي هو الاقرار الصفر بتاع كل شهر. فأنا دلوقتي هوريكم ازاي نعمل الاقرار السنوي. اول حاجة طبعا بنسجل الدخول، بندخل على الحساب بتاعنا، كده دخلنا الحساب بتاعنا اهوت، بندخل على ضريبة الدخل، ادي ضريبة الدخل، ونخش اقرار الدخل الطبيعي، ونخش على الاقرار الضريبي اللي هو 101، ده اللي هو خاص بينا. دخلنا عليه بيقول لك اختار سنة الإقرار. أنا عايز أعمل لسنة 22 اللي هي أوريدي احنا في 23، فأنا بعمل 22، بقول استمرار، بيدخلني على الصفحة ديت. أنا طبعا بختار الإيرادات المهن غير التجارية اللي احنا فيها، احنا المهنة بتاعتنا مهن غير تجارية. بكتب هنا إرشاد سياحي، بشوف انا اشتغلت بكام السنة ديت. طبعا لو انا عندي يوميات متسجلة فبكتبها، اشتغلت مثلا ب15 ب20 ب50 ب30 الف، بكتب الرقم هنا. فانا مثلا ما اشتغلت اي ايام قليلة لاني مش موجود في مصر في الفترة دي، فانا اقول مثلا اشتغلت ب11 يومية في 700 ب7700 بس كده. هو يروح على طول بيقول لي ان القيمة بتاعت 10% اللي هي بتاعتهم بيروح كاتبها اوتوماتيك، يبقى المبلغ الصافي اللي هو 6930. طبعا الرقم ده اقل من الرقم اللي مستحق عليه الضرايب، احنا كده كده بيبقى لنا خصم من الضرايب، فالرقم ده اقل فهيطلع عليه الضريبة صفر. لكن لو حد عنده رقم اكبر من كده هيطلع له القيمة اللي المفروض يدفعها، وبيدفعها عن طريق النت برضه. خلاص كتبت انا خلاص المبلغ اللي انا اشتغلت بيه السنة اللي فاتت دي كلها، وبدوس متابعة. طبعا هنا بيقول لي لو انت عندك ايرادات عقارات او اي حاجة، انا مش محتاج الكلام ده كله، بخش على الاوعية الخاضعة للضريبة. يبقى احنا دخلنا على ايرادات المهن غير التجارية، وبعد كده اخش على الاوعية الخاضعة للضريبة. طبعا في احنا هنا بندفع 2.5% في الالف، فالرقم بتاعي اللي هو 7700 بضربه في 2.5% بقسمه على الألف بيطلع لي 19 جنيه وربع. ده المفروض اللي كان يندفع، بس طبعا ده كده كده 7700 أقل من الرقم اللي المفروض يندفع، فأنا كده كده مش هدفع حاجة. فبعد ما أخلص هنا بدوس متابعة، هو هنا بيقول لي العنوان والاسم، بتأكد من كل حاجة، والتاريخ التاريخ الإقرار من 1 يناير 22 31/12/22 كله صح، بقول له حفظ الإقرار. بيقول لي ادي ملخص مع الرصيد مدين دائن صفر، ما عنديش حاجة، الضرائب او اذون اللي عليا صفر، فمش عليا اي حاجة. بتقول لي متأكد من البيانات، بقول له اوكي خلاص. هل انت متأكد من رسالة الإقرار؟ هيبعته كده. انا عملت الإقرار الدخل السنوي. طبعا اللي اشتغل وعنده يوميات بيكتب الرقم كله 30 40 20 ألف واتيفر الرقم كام، وبيطلع له المبلغ المستحق وبيدفعه عن طريق النت يعني. لكن انا عشان مش موجود في مصر فكتبت رقم قليل لان ما اشتغلتش السنة دي في مصر يعني. طبعا هو هنا بقى بيجيب لك شكل نقدمه يا مانوال او يدوي يعني، دي اول صفحة هي، وممكن طبعا اسيبه او اطبعه، يبقى كده الاقرار عندي. بس كده كان هو دوت طريقة عمل الإقرار الدخل السنوي. موضوع بسيط جدا وسهل جدا واي حد يقدر يعمله، اللي هو هيبقى عنده فلوس كتيرة دخل من كذا حاجة، دخل عقارات، دخل اراضي، دخل ارشاد، ده ممكن هيحتاج يفنط الحاجات ديت ويدفع عليهم الضريبة كلهم مرة واحدة. لكن اللي بيشتغل مرشد بس بيحسب اليومات اللي اشتغلها وبيكتبها وخلاص على كده. شكرا ليكم، واتمنى الفيديو يكون مفيد لكل مرشد وكل واحد يقدر يعمله بنفسه. شكرا ليكم.